كيف للإمام أن يحرج أمام الجمع ولا يكمل صلاته التي نقض فيها؟ الأخ سيد، سؤال الأخ سيد حتى يتصوره الناس، إمام كان يصلي فنقض وضوءه وهو يصلي في الركعة الثانية، بقيت ركعتان، هل يبقى يصلي وهو ناقض الوضوء أمام الناس أم يخرج؟ قلنا يخرج، هذا قول علمائنا وأئمتنا، يخرج ويستخلف إماما آخر، ما المشكلة يعني؟ هل هذا شيء يصيبه من بني آدم يا أخي سيد؟ هذا شيء يصيبه من بني آدم، يعني أحيانا نصل الحياء إلى درجة لا نقول درجة تذم. النسوة الأيام دي صعب جدا أن امرأة أو فتاة تقول أنا حائط، لازم تجيب لها كلمة إنجليزي، لازم تجيب لها، والله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.